وتيرة عالية تستمر أعمال ترميم الجامع الأموي الكبير في مدينة حلب، فالأيادي تبدع بنحت وإعادة بناء كل حجر هدمه وخربه الإرهاب، فيما ترتفع مئذنته بطرازها العمراني المميز والتاريخي، معلنة ولادتها من جديد. لمراحل متقدمة وصل الترميم في الجزء الشرقي المتاخم للأسواق القديمة والقسم الغربي المطل على سوق الحدادين والمصلى الرئيسي والإحجازية، إضافة للمدخل الرئيسي للجامع والقبلية. الأعمال هي تبعا للأقسام المختلفة، الجامع كبير مثل ما كنتم شايفين وفيه عدة أعمال. أعمال الجوات القبلية بحسن بقول يعني 95% منها خالصة، حتى السجاد اللي يشغل الأرضية تم اشتقاقه، تم تصنيعه وتم اشتقاقه من البنية الإنشائية للجامع. الشغل الثاني اشتغلناه هو الإحجازية، كانت على الأرض نهائيا وطلعت على السقف نهائيا، طلع جدرانها وأعمدتها وسقفها وكل آخرين. في شيء ما بنحكيه ضروري مشان يصعد للآخر هو الأسطح. الأسطح يعني هي كانت مثقبة مثل واجهات الجامع، مثل أي محل صار فيه ضرر. هلا شغل على المدخل الرئيسي عم نشتغل فيه ونعمل جاهدين إنه يطلع مثل ما كان سابقا. المادنة عم تأخذ أكثر شيء، عم تأخذ كل طبقة بتأخذ شيء 25 يوم، لأنه ما بيخفى عليكم في طبقة خارجية اللي هي عليها النقوش، بعدين في طبقة داخلية، بعدين في الأدراج من جوا. الأعمال تتميز بدقتها ولمستها الفنية العالية، حيث تم فرز الأحجار وترقيمها لاستخدام الجيد منها في إعادة البناء بعد معالجتها، ما يجعلها تحاكي الطابع الأثري لهذا البناء. لم تؤثر الظروف الجوية الصعبة على متابعة العمل، فالورش من الخبرات المحلية تعمل لإعادة الجامع الأموي إلى سابق عهده، مع الحفاظ على قيمته التاريخية والمعمارية كونه مسجل على لائحة اليونسكو. كل حجر هذول الموجودين سواء هون سواء الأحجار عم تصنع المفقودة أو عوض المفقودة، كلها بتنتقل عن طريق الرافع، بقيان رتوش بالأروقة البقية، بس ما يزاد ضرب، ما يزاد أهمية كتير كبيرة مثل العناصر الرئيسية. جامع كجامع برجع بقول أموي، يعني 1300 سنة مسجل كمعلم حاله، ما عدا الساحة الخارجية والواجهة المطلة عليها محدثة نسبية من خمسينات القرن الماضي، ولكن نحاول احنا قدر الإمكان كذاكرة يعني بنحاول قدر الإمكان أن يكون رجع مثل ما كانت يعني. بس خلصنا قسم التاريخي، في شغل برا بالساحة الخارجية وما تحتها يعني، بس اليوم الأمور كلها منصبة على الانتهاء، محاولة الانتهاء من القسم التاريخي. جهود كبيرة تبذل من قبل لجنة الإشراف على أعمال إعادة تأهيل الجامع الأموي الكبير للحفاظ على هذا الصرح الذي يشكل إرثا تاريخيا بارزا، ما يتطلب الأمر العمل بدقة ومهارة كبيرة لا تنقص من يقومون بهذا الأمر. يعتبر الجامع الأموي الكبير في حلب أحد المعالم الأثرية والتاريخية للمدينة، لذلك كان سبباً للتخريب الممنهج، وما زال العمل جارياً لإعادته إلى سابق عهده كتحفة معمارية ورمزاً من رموز المدينة القديمة. مصطفى كوسى، الإخبارية السورية، حلب الشهباء.